لقد غادرت مضاي منذ 10 أيام فقط وحصلت على لجوء. إنه شعور غريب، بإمكاني أن أتجول في الشارع دون أن أخشى القناصين، أشاهد الباعة المتجولين أو أجلس في المقهى. لم يكن كل هذا ممكنا حيث عشت السنوات الخمس الماضية. هلا مع بداية الأحداث بسوريا بال 2011 أنا كنت عم أدرس طب الأسنان بجامعة دمشق. صارت طموحاتنا إنه نحصل على حريتنا أو العدالة أو الشيء اللي خرجنا مشانه، يعني طلبات بسيطة كانت، بس للأسف تبعتها حرب أو صار الوضع اللاحق مأساوي جدا. قصمت 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 قالوا قصمت قالوا قصمت. مسقط رأسي في مدينة مضايا أصبحت تحت سيطرة المعارضة وبدأت تتعرض إلى قصف مكثف بالمدافع والطيران. بعام 2012 وأرجع للبلدة. حينها كان في مضايا نقص حاد في الكادر الطبي، فبدأت العمل كمساعد طبيب أثناء العمليات الجراحية في المشفى الميداني. ولغاية عام 2015 كنا نتلقى مصابين بالشظايا ومن القناصين. في الحالات الصعبة كان ممكن إرسال المصابين إلى دمشق، لكن بعد تضييق الحصار لم يعد باستطاعة أحد مغادرة البلدة وبدأت المجاعة. مع شهر 11 2015 بلش المجاعة بمضايا، صفوا يرجعوا لعنا أو يراجعونا المرضى المجاعات. في هذه الفترة أيضا بدأنا نستلم مصابين نتيجة انفجار الألغام، حيث حاول بعض الأهالي الهرب والتخلص من الجوع، لكنهم لم يستطيعوا تجاوز الألغام في محيط البلدة. قتل 13 شخص و13 آخرين بترت أطرافهم بسبب الألغام. لم تصل الإغاثة إلا بعد 3 أشهر. فلن أنسى قصة 3 أطفال كانت أعمارهم في 8 سنوات أصيبوا بالغم. أول واحد مات فورا، الثاني إصابة بالرأس، ما حسنا نعمل له شيء صراحة. وقفنا مع جنب، ضمدناه، وقفنا عم نتفرج عليه وصرنا نبكي إنه عم يموت بين إيدينا وما عم نقدر نعمل له شيء. أن نفعل له شيئا، وللأسف وفته المنية حيث لم يكن لدينا جراح أعصاب أو جراح عصبية. الطفل الثالث كمان للأسف يعني إصابته كانت جدا قوية وتضررت كتير صراحة، كمان ما حسنا ننقذ حياته. ف3 أطفال دفنوهم سوا، صراحة كان أمر مأساوي جدا. أصعب فترة مرت علينا كانت خلال شتاء 2016، حيث غادر مضاي الأطباء الأخصائيين وبقينا أنا وزميلي الدكتور حسين وهو طبيب أسنان والدكتور محمد يوسف وهو طبيب بيطري. لم نستطع مغادرة مدينتنا واضطرينا أن نجري العمليات الجراحية. مع قلة خبرتنا كنا نعاني من نقص الأدوات الطبية والأدوية. أتذكر جيدا أول عملية أجريناها لفتح بطن، حيث تعرض شخص لإطلاق النار من قناصة اخترقت أمعائه. كنا نصور مراحل العملية ونرسل الصور عبر الواتساب إلى زملائنا الأخصائيين لينصحونا ويقدموا لنا المشورة. مع ضعف شبكة الإنترنت حيث كنا موجودين داخل القبو، فكنا نخرج من القبو إلى الأعلى ونرسل لهم الصور ونشرح لهم ماذا يحدث، ثم نعود ونعقم ملابسنا في كل مرة. استغرقت هذه العملية 10 ساعات. بتذكر بيوم عملنا 3 عمليات فتح بطن بنفس اليوم، كان في قصف شديد على البلدة. وفي مرة أخرى قمنا بعملية فتح بطن وعملية قيصرية في نفس الوقت، وكانت حالات طارئة. في آخر 5 أشهر كانت تتعرض مضايا لقصف كثيف، الغاية منها إجبار المعارضين للنظام على ترك المدينة. في شهر إبريل حصلت مبادرتنا بسكان مدينتين آخرتين التي كانت محاصرة من قبل المعارضة. أنا والآلاف من أبناء بلدتي غادرنا موطننا على متن باظات، ولا أحد يعلم متى نعود. في البداية كان حلمي هي أنه طبيب أسنان مختص بأحد المجالات، بس هلا او بعد الشيء اللي شفته لا، انا بدي ان شاء الله اغير اختصاصي لطبيب جراح الصراحه، لانه ممكن له فائده اكثر وممكن يحفظ ارواح اكثر. يعني طبيب اسنان مجرد انه ممارسه بسيطه، اما الجراح او الطبيب بشكل عام هو بايده انه يحفظ ارواح. فانا الفرع اللي بدي اكمل فيه هو الطب البشري، لا اقدر ساعد اكثر.